بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة 34 من محاضرات دورة الفيجوال بيزك 2010. هنتكلم النهاردة عن موضوع الإيديت، موضوع التعديل لعناصر الليست بوكس. هعمل الكلام ده إزاي؟ هروح على الكود كوبي بيست وهبدأ أشتغل على الفورم. أنا بشتغل على الليست بوكس اللي اسمها ليست سيتز. طبعا هحتاج لإضافة تكست بوكس وكمان بوتوم. الليست بوكس ده هروح على البروبرتيز بتاعته واديله نيم وليكن مثلا txt edit. بالنسبة للبوتوم هديله اسم btn edit والتكست بتاعه هكتب مثلا عليه edit تعديل. دبل كليك على البوتون دوت بتاع edit واروح اعمل كنترول في وابدأ اعدل بقى في الكود. الليست نيم اسمها ايه؟ اسمها list settings. هشيل نيم واكتب settings. يبقى انا كده عدلت في الكود. عايز الاول اروح اجرب الكود علشان خاطر نفهم حاجة معينة. هروح اعمل F5. بعد كده عايز اروح اعمل اضافة عادي جدا. هقول له مثلا اليكس اد كايرو. بعد كده جيزة. مش مشكلة الترتيب، لكن اللي يهمني دلوقتي انا عايز اروح اعمل تعديل. فعلشان تعمل تعديل لازم يعني تفهم البرنامج انت عايز تعمل تعديل في ايه. فلازم طبعا الاول اروح اعمل سيلكت. هسيلكت مثلا على جيزة فيها غلط ان الجي مثلا سمول، هكتبها كابيتال. او عايز اكتب كل الحروف بتاعتها كابيتال زي ما انت عايز. هو ده التعديل. يبقى الخطوة التانية انك انت تروح تكتب التعديل في التكست بوكس، بعد كده تعمل اديت. يبقى انت عندك خطوتين لازم تعملهم. علشان كده في الكود انا جيت هنا قلت لك ايه، قلت لك عندي شرطين. الشرط الاول ان يكون التكست بوكس اللي اسمه txt edit ما يكونش فاضي، يكون فيه بيانات. and الشرط الثاني ان يكون فيه اصلا في عمليه سيلكشن، ان يكون السيلكتد اندكس بتاع الليست بوكس اللي اسمه ليست سيتز ما يكونش لا يساوي ايه الماينس 1، لان هو لو بيساوي ماينس 1 يبقى انت ما روحتش عملت سيلكت. طب انت ما روحتش عملت سيلكت، طب انت هتعمل edit على ايه بالظبط؟ ما البرنامج مش فاهم. لازم تفهمه انت عايز تعمل اديت على ايه بالظبط، عايز تعدل جيزة ولا كاير ولا اليكس ولا ايه. ده بالنسبة لموضوع الشروط اللي هيتم من خلالها عملية التعديل. طب لو انت وقفت الشروط ديت، رحت كتبت حاجة في التكست بوكس ورحت عملت سيلكت، هيروح ينفذ بقى السطور ديت. اول سطر بيروح يعرف متغير، المتغير ده اسمه اكس. هتخزن فيه ايه؟ هخزن فيه السيلكتد اندكس ال lst_settings.selectedindex. طيب عايز تتأكد من الكلام ده، روح طلع ال x دي في message box. طبعا لازم اروح اعمل عملية تعليق للثلاث سطور اللي تحت دول علشان اجرب الكود ده. عايز اعرف قيمة x هتكون بتساوي كام. هقول له f5 واروح اعمل مثلا اضافة لأليكس وكايرو وجيزة. لو انا رحت عملت سيلكت على كايرو وبعد كده هنا طبعا هعمل هنا عملية تعديل، فهكتبها كلها كابيتال. اول ما اقول له edit هيطلع لي مسج بوكس وفي رقم، لازم يكون في رقم انتجر لان انا شغال بالسيلكتد اندكس. جيزة بزيرو وكايرو بواحد واليكس باتنين، يبقى انا كده شغال تمام مفيش اي مشكلة. طب هستفيد ايه من المعلومة ديت؟ طبعا ممكن اروح اخلي المسج بوكس دي اخليها كومنت وهقول لك هنستفيد ايه من المعلومة ديت. المعلومة دي هستفيد منها حاجتين. الحاجة الاولى ان انا هروح اعمل ريموف، والحاجة التانية هروح اعمل انسرت. يعني انت مش هتعمل ادت، لا مش هعمل ادت. الادت هنا فكرته عبارة عن ريموف، بشيل العنصر القديم اللي انت عايز تعدل فيه
وبعد كده بروح اضيف في نفس المكان بتاعه عنصر جديد. مهم جدا موضوع نفس المكان بتاعه، لان انا لو جيت هنا ورحت عملت قلت له list cities dot item ورحت قلت له بدل dot insert كتبت add، هيروح يعمل لك اضافة في الاخر، يبقى انت ما بتعملش تعديل. اليوزر هيفهم انك انت ما بتعملش تعديل، انت بتعمل حذف واضافة. انا عايز اليوزر اللي بيشتغل على البرنامج بتاعي يفهم ان انا فعلا بعمل عملية تعديل حقيقية، علشان كده لازم يكون الانسرت في نفس اللوكيشن. طب عشان يكون في نفس اللوكيشن هتعمل ايه؟ الاول طبعا اروح اعمل ريموف. ريموف بس، ريموف بس ولا ريموف ات؟ ما ينفعش اعمل ريموف بس، لان انا مش شغال بالسيلكتد ايتم، انا شغال بالسيلكتد اندكس، فلازم اروح اعمل ريموف ات للاكس. بعد كده هانسرت في نفس المكان بتاع الايه العنصر ده، علشان كده اشتغلت باكس اللي هي عباره عن ايه الليست بوكس ديت دوت سيلكتد اندكس. هتروح تعمل اضافه لايه؟ هروح اعمل اضافه للقيمه اللي مكتوبه داخل التكست بوكس اللي هو تي اكس تي اديت. وبعد كده اروح اعمل عمليه تفريغ للتكست بوكس دوت علشان خاطر استعدادا لاي عمليه تعديل فيما بعد. اقول له F5 واجرب الكود دوت، مثلا بيجن واقول له اليكس واد كايرو اد، وبعد كده مثلا طنطا اد. بالنسبه لطنطا الاندكس بتاعها زيرو، عايز اروح اعمل لها عمليه تعديل، يبقى تيجي هنا وتكتب مثلا اسمها كابيتال، هو ده التعديل، واقول له اديت. طبعا انا رحت عملت سيلكت وكتبت كلمه هنا، الشرطين تمام. اول ما اقول له اديت فعلا هيروح يعمل عمليه تعديل. عايز اشيل كلمه اليكس واكتب بدلها اسمي، مفيش اي مشكله خالص، هعلم على اليكس واروح اكتب الكلمه اللي انا عايزها واقول له اديت، فعلا تتعدل زي ما انا عايز. يبقى فكره التعديل كالتالي، رحت خزنت الاندكس في اكس، وبعد كده رحت عملت ريموف لاكس للسيلكتد اندكس يعني، وفي نفس المكان رحت عملت انسرت لمين؟ للفاليو اللي انت هتكتبها داخل التكست بوكس، وبعد كده رحت فضيت التكست بوكس تمهيدا انك انت تعمل اي عملية تعديل تانية. الكلام ده مش هيتم الا لو عملت حاجتين، رحت اخترت حاجة وطبعا كتبت حاجة داخل التكست بوكس. عايز تتأكد روح مثلا اعمل اضافة لأليكس وكايرو، ادي اليكس وادي كايرو، انا مش هقف على واحدة فيهم، مش هعمل سيلكت، ولكن عايز اعدل كايرو واقول له اديت. مش هيشتغل. ليه مش هيشتغل؟ لانك انت ما عملتش سيلكشن. طب انا عايز اعمل هاندلنج للكود ده، هاجي كده، لو انت ما عملتش الشرطين دول ممكن تيجي كده تحت مثلا وتقول له ايه، تقول له else وتطلع مسج بوكس وتكتب فيه حاجة تدل عليه، بليز مثلا select any item to a to مثلا edit، تمام كده، or type add text box مثلا. واعمل F5، اكتب الكلمة اللي انت الجملة اللي انت عايزها يعني، علشان تظهر لك ايرور يعني. هقول له اليكس واد، بعد كده كايرو، مش مشكلة في اللاست، واقول له اد وطنطا اد. انا هروح اعدل، هعدل مثلا على طنطا، بس انا نسيت ان انا اعمل عليه سيلكت، هقول له اديت، لازم تطلع لك الرسالة اللي تفهمك المسألة ماشية ازاي. بليز سيلكت اني ايتم، انا نسيت ان انا اعمل سيلكت، هروح اعمل فعلا سيلكت واروح اعمل اديت. في الحالة دي لازم يشتغل تمام، مفيش اي مشكلة خالص. ده بالنسبة لموضوع الاديت. خلصنا موضوع الاديت، عايزين نروح نعمل ريموف، بس احنا طبعا عرفنا موضوع الريموف للسيلكتد ايتم. ممكن اروح اعمل ريموف للسيلكتد ايتم من خلال ريموف، او ممكن اروح اعمل ريموف ات بدل ما اعمل سيلكتد ايتم هيكون سيلكتد ايه اندكس، يعني ممكن اعدل هنا هيبقى سيلكتد اندكس لو رحت عملت ريموف ات. طبعا ده على سبيل الايه التوضيح، انا بس بفهمكم الفرق ما بينهم.
ده الفرق ما بين ريموف ات وريموف. طب لو انا حبيت اعمل ريموف لكل بقى الايتم، عايز اروح اعمل ريموف لكل الايتم، هاجي على الفورم بتاعتي وليكن مثلا هنا، هروح اعمل بوتن. البوتن دوت هيكون عبارة عن عملية كلير بقى، بروح اعمل كلير لكل العناصر بي تي ان كلير، واقول له بالنسبة للتكست بتاعه هروح اعمل كلير، دبل كليك على البوتن، والكود بتاعه سهل جدا. اسم الليست بوكس ايه؟ اسمها ليست سيتز. هقول له دوت ايتم دوت كلير، هروح اعمل كلير لكل العناصر الموجودة داخل الايه الليست بوكس، واروح اعمل اف 5 واضيف اي عناصر وليكن مثلا اليكس، اقول له اد وكايرو وطنطا مثلا. عايز احذف كل العناصر، هروح اقول له ايه كلير على طول، هيبدأ يفضي كل العناصر الموجودة داخل الايه الليست بوكس. ده بالنسبة لموضوع الكلير. عايزين نعمل حاجة جديدة النهاردة، وهي موضوع ان انا ازاي اعمل ريموف من خلال الديليت الخاص بالكيبورد. هو الطبيعي ان معظم الناس منها بتعمل ديليت، بتبقى المسألة بالنسبة لها اسهل انها تعمل ديليت من خلال الكيبورد. طيب تعال نجرب الاول، نعمل F5 على البروجكت بتاعي طبعا، واروح اعمل اد مثلا لأليكس والجيزة. لو وقفت على اليكس حاول تضغط بديليت من الكيبورد مش هيعمل ديليت. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي كده على الباوربوينت عندي، واخد الكود ده كده كوبي، هروح على البروجكت، دبل كليك على الليست بوكس ديت. تمام، عندي حاجة اسمها طبعا selected index changed، لكن انا عايز اشتغل على حاجة تانية اسمها ايه، اسمها key down. key down يعني لما تروح تعمل ضغط على اي key من الكيبورد. في الكي داون هروح اكتب الكود دوت، وابدا اعدل بس في الاكواد بتاعتي LST settings، وهنا كمان LST settings. الكود سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، كل الفكره كالتالي. طبعا يهمني ان انا اكتب الكود ده في ايه، في ايفنت محدد، الايفنت بتاع كي داون. لما احب اضغط على الكيبورد هيعمل حاجه معينه. طب الاول انا عايز اروح اعرف انا ضغطت على انه زرار، هعرف الكلام ده من خلال الكود ده. هقول له if e dot key code be equal keys dot delete. لو رحت لقيت ان الضغط على الزرار اللي اسمه ديليت، روح نفذ الكلام ده. ممكن طبعا اشيل ديليت واكتب اي حاجة تانية، ممكن اكتب مثلا شيفت زي ما انا عايز. طبعا انا محتاج اضغط على ديليت. لو روحت لقيت الاي كي كود بي ايكوال كيز دوت ديليت، روح نفذ الكلام ده. طب ايه الكلام ده؟ عادي جدا، هروح اعمل ريموف، بس مش ريموف عادي، هروح اعمل ريموف ات من خلال مين؟ من خلال السلكتد اندكس، الكود اللي احنا خدناه قبل كده، واروح اعمل F5 واجي هنا هقول له مثلا اليكس، واروح اعمل اد جيزة، واروح اعمل اد مثلا كايرو واعمل اد. طب انا عايز اعمل ديليت، يبقى لازم تسلكت، فاخد السلكتد اندكس، يعني مثلا هنا اليكس بقى بزيرو وجيزة بقى بواحد وكايرو بقى باتنين وهكذا. هقف على اليكس واعمل ديليت من لوحة المفاتيح تتمسح، هقف على كايرو هي ديليت، هي ديليت بناء على الاندكس، بناء على السلكتد اندكس، يبقى هو كده بيروح يديليت ايه
1 لأن جيزة بزيرو وكايرو بوان، وهكذا. كل فكرة الكود فكرة بسيطة جدا بتعتمد على حاجتين. الايفنت، انا بشتغل على الايفنت اللي اسمه كي داون علشان خاطر يبدأ يشعر بايه، بالضغط على لوحة المفاتيح. لو رحت لقيت الضغط على ديليت، طب هكتب الكود ده ازاي؟ اي دوت كي كود بي ايكوال كيز دوت ديليت. لو رحت لقيته ضغط فعلا على ديليت، روح اعمل عملية ريموف. ولو انت كمان عايز تتأكد من الضغط على زرار ديليت، ممكن اجي اخلي السطر ده اخليه كومنت، واجي هنا لو رحت ضغطت على ديليت روح طلع لي مسج بوكس. المسج بوكس دي اظهر فيها الليست سيتز دوت سيلكتد ايه، سيلكتد اندكس، علشان بس اتاكد ان الضغط على زرار ديليت فعلا بيعمل ريموف. هنا طبعا مش هيعمل ريموف في الكود ده، هيروح يعمل يظهر مسج بوكس ويطلع فيها الاندكس. هقول له F5، وبعد كده اروح اعمل اد مثلا لأليكس وكايرو. لو وقفت طبعا على كايرو وروحت ضغطت ديليت، لازم يطلع لك رسالة فيها الاندكس بتاع كايرو. يبقى لحد الان انا كده شغال تمام، مفيش اي مشكلة خالص. عايزين نضيف جزء برضو جديد، وهو موضوع استعمال الانبوت بوكس مع الليست بوكس. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على البروجكت بتاعي، افضي بس كده مساحة هنا، واروح اضيف بوتن. البوتن ده مثلا هيكون اسمه add using input books. بالنسبة للنيم بتاعه هسميه مثلا btn input books. دبل كليك على البوتون ده واروح اكتب الاكواد بتاعته. هروح اعرف متغير مثلا هسميه سيتي str سيتي، زي ما اتفقنا. هروح اعرف متغير، المتغير ده اسمه str city، هو عبارة عن متغير string. المتغير ده اروح اخزن فيه ال input box، القيمة اللي هتطلع من ال input box. فانا هنا مثلا بقول لل user، بقول له type your city، اكتب المدينة بتاعتك، وهنا هكتب city. طبعا الاول parameter عبارة عن النص اللي هيطلع يسأل ال user عن حاجة معينة، وبعد كده التايتل. طب انا كده خلاص خزنت داخل المتغير ده القيمة اللي هيكتبها اليوزر في الانبوت بوكس. المسألة بسيطة جدا، ممكن طبعا تروح تعمل اد، مفيش اي مشكلة خالص. ممكن اروح اعمل اد لل str city. اروح اعمل F5 واقول له اد using input books. طبعا هيسألني طبيعي جدا عن السيتي، تايب يور سيتي، وده التايتل زي ما اتفقنا. هقول له اليكس اوكي. اروح اعمل اد تاني، هيسألني هنا، هقول له مثلا كايرو، اقول له اوكي يشتغل مفيش اي مشكلة خالص. ده بالنسبة لموضوع استعمال الانبوت بوكس مع الليست بوكس. طيب انا عندي ليست بوكس، والليست بوكس دي عايز اروح اعمل لها عملية سيلكتد لايتم معين داخل الفورم لود. يعني ايه؟ مثلا الليست بوكس بتاعتي اللي اسمها سيتس ديت، او مثلا تعالى بدل ما نشتغل على السيتس تعالى نشتغل على الدايز. ماشي مش مشكلة خالص.
هاجي هنا اشتغل على الدايز، ولكن عايز اول ما الفورم تلود، في الفورم لود يعني دبل كليك في الفورم لود، الاول هروح اشتغل على الاكواد ديت، هروح اعمل ان كومنت وهبدل الليست سيتز بدايز. كفاية مثلا هنا هقول له عايز اعمل Sunday وهنا Monday. كل الفكرة في الفورم لود انا رحت عملت اضافة لعنصرين Sunday و Monday. عايز تعمل اضافة لعنصر تاني مفيش اي مشكلة خالص، مثلا Saturday. اول ما اروح اعمل F5 في الفورم لود هيطلع لي ساتردي وساندي ومندي. طب هو انت اصلا عايز تعمل ايه؟ انا عايز اروح اعمل سيلكت على ساتردي، وليكن مثلا هو ده اليوم بتاع النهارده. اول ما يقوم في الفورم لود هيعمل المساله ديت. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولى ممكن اشتغل عن طريق السيلكتد اندكس، والطريقه الثانيه ممكن اشتغل عن طريق التكست. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على البروجكت بتاعي وهاجي على الفورم، هقول له lst days dot selected index. طبعا في الفورم لود روح اعمل select على العنصر رقم 1، يبقى selected index بيكوال ايه؟ 1. اروح اعمل F5 زي ما انتم شايفين، فعلا اختار لي Sunday. ممكن طبعا اغير اللي انا عايزه واخليه بدل ما بدل ما 1 اخليه 2، واروح اعمل F5 فعلا راح اختار لي Monday. طب ينفع اشتغل بطريقة تانية؟ ممكن اروح اخلي الجزء ده كده كومنت، واجي هنا هقول له lst days dot text، خلي التكست بيكوال كلمة sun sunday، واقول له F5 زي ما انت شايفين راح اعمل select على sunday. ممكن بنفس الطريقة اروح اقول له Monday، اقول له F5 راح اعمل فعلا select على Monday. ممكن حد يسألني طب ايه فايدة الكلام ده؟ لو انت مثلا عايز انك انت تعمل نتيجة ولا حاجة في ليست بوكس وتظهر اليوم اول ما يفتح الجهاز يبدأ في الفورم لود يسلكت على عنصر معين. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.